ثالث مستمرين مع المدير الفني القدير الكوف كابتن طارق خيري، ابنه نجم في المرتبط وما شاء الله ابنه الصغير بشكله حريف كوره كمان قاعد بيلعب اهو ما حدش يقدر يتكلم معاه. مليون مبروك كابتن طارق، تستاهل كل خير، تعبت اشتغلت اجتهدت، التتويج تستحقه حبيبي، ربنا يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، مبروك لكل الاهلاويه، مجلس اداره ونشاط رياضي وجمهور واصحابي القريبين مني دايما اللي هم داعم ايجابي ليا في كل وقت. انا سمعت ان اللي في الاستوديو قبل ما ننتهي كلامنا بس كابتن خالد، ما عشت عمري وانا عارف ان هو سوبر ستار، كابتن هادي عبد المنعم، يا عيني يا سلام، كابتن خالد بخيت، يا لهوي، كابتن عمرو عاشور، انت جبت ثلاثه يعني. هاني اخويا الكبير هو اول واحد جابني من الزقازيق للاهلي، هو كمان اول واحد راح اسمي للمدربين، وهو انا دايما مسميه ابويا الروحي في مصر، هاني عمنا، من رغم ان احنا فرق السن مش كبير. وعمرو عاشور ده انتيمي دلوقتي في اي حته احنا مع بعض، والكابتن خالد بخيت اخويا الكبير، واتعلمت منه في الكاتشانه ازاي تبقى صايع، دي امانه والله في حقه، انا ما بقابلوش كتير، انا بحبه على المستوى الشخصي رغم ان انا ما فيش كلام بينه، هو كان لعيب صايع وانا بحبه. فالثلاثه اللي في الاستوديو دول قريبين من قلبي جدا يعني، بهدلهم الفوز دوت الحمد لله رب العالمين. هرجع للمرحله اللي فاتت دي، احنا انا دايما حتى للولاد انا بتعامل بتارجت، يعني انا عندي تنزانيا اخدها، عندي دوري المرتبط كنا مثلا بنلعب الزمالك، انا يهمني الجيم الاولاني، الثاني خلاص اريح طارق اريح جمال، يعني بتلعب بالمرحله، لان الدوري كله من ساعه ما رحنا تنزانيا والحريري اوفر لود عالي جدا، فانت بتحاول بتلعب على قد ما تقدر تخلص بدري، كان عكس السنه اللي فاتت، كنا السنه اللي فاتت بنقع على الماتش الاولاني ونعوض الثاني. الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي، انت من بدري بتخلص الموضوع دوت، فالواحد طبعا اول بطوله محليه جوه مصر انك تاخدها، وكل الناس مش متفائله ان انت تكسب بحكم الدعايه اللي معموله لفرقه الاتحاد، وانا يعني كلمني يعني عمنا مكلمني كتير في القصه دي، موضوع مش اسماء، موضوع عمنا مجهود في الملعب وعرق. اثنين انا عندي اصابتين تقال، انا عندي يعني انت بتلعب عندك اثنين تقال جدا في الملعب غير اللي بيلعب هو مجهد، يعني انا السلعوي خلفيه ده. الحمد لله رب العالمين انك تقدر تحقق بطوله في الظروف دي كلها، ده يعني انا شايفه انجاز للولاد يعني. مؤمن ما شاء الله، تحسه انه قائد، مؤمن تحسه ان العالم مفكر الفرقه، تحسه ان هو وقت الازمه يمكن في الكوارتر الاول والثاني والثالث ما جه الاهلي تعادل في الكوارتر الرابع، انا طبعا بتكلم عن مرتبط، تحس ان مؤمن لا يعني القائد بتلاقيه في الازمات، وكان قائد بثلاثياته، اعترضت عليه في كتير، انا كنت واخد بالي وانت هو بيصوب ثلاثيات بيضيعها ما كانش وقته، بس هو قائد طلع لابوه حبيبي الله يكرمك. البوزيشن بتاع صانع العاب ده بوزيشن كنترول شويه، هو اتربى وهو صغير انه كان صانع العاب، ومع الوقت احتاجنا انه يلعب على الجنب، المدربين قلبته على الجنب. هو عنده مميزات زي ما انت بتقول، هو بقاله فتره عنده كده التهاب في الانكل، فبيتمرن تمرينه جامده ويريح خفيفه، فبدنيا هو كمان مش جاهز. من مميزاته جزء في ده، ممكن يبقى وحش بس بيجي في وقت معين، اغلبيه الماتشات يعني مش جيم ده، انا مش عشان مؤمن، اغلبيه الماتشات 9 بونت في ورا بعض، واقف على كورته مأمن فرقته، مريح جدا للبتاع، هو كواليتي ربنا يحميه يبعد عن الاصابات، وانا بتوقع ان هو يبقى ليه مستقبل كويس قوي في النادي في المستقبل. صغير بيقولوا بيلعب كوره حريفه قوي. انا الحمد لله رب العالمين عندي 3 لعيبه، مؤمن ومحمد 2005 2006 بيلعب تحت 13، بس ده صانع العاب صريح. الصغير فلوتر بقى ما بين الكوره والباص، الصغير خالص فعلا لمسته للكوره من غير ما حد يعلمه كوره بقى، لعيب كوره كفايه باسكت والله، ومؤمن لعيب كوره، بس انا بس انا مين هيتابع؟ هي المشكله كلها في المتابعه. ربنا يا رب. مبروك وتستحق كل خير يا كابتن. مبروك ليك والصحابي اللي في الاستوديو والخالد العوضي وكل النادي الاهلي، ربنا يخليكم، احنا مالناش من كوره. شكرا شكرا ليك كابتن خالد، مليون مبروك ليك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مليون مبروك لاعضاء النادي الاهلي، مليون مبروك لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا، رئيس والنائب وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره، مليون مبروك لكل الاهلاويه، الليله ليلتك يا اهلي، البطوله الثالثه على التوالي، الخامسه في تاريخ النادي الاهلي، مليون مبروك كابتن خالد.